على فراقك يا خي قلب شيقين يبقى عندي بس طلب ردتك تسمعه خويا تسمح لي سهم عينك أطلعه خويا تسمح لي سهم عينك أطلعه من عسلنا بمهجتي وقلبي قطعه خوف عينك تنشلع لو ردت شلعة خوف عينك تنشلع لو ردت شلعة خوف عينك تنشلع خليه بهالوضع ما اريد ينشلع خليه بهالوضع ما اريد ينشلع بالعين مستقر يا عباس يا عباس صيح يا عباس يا عباس صامت مادة الشريعة يا عباس في الولد اختك الوديعة يا عباس صامت مادة الشريعة يا عباس في الولد اختك عباس يا عباس يا العزيز بداعتي بس لا أعلمك يا والله الله يساعد قلبك مولاتي يا العزيز بداعتي بس لا أعلمك خل أحب كفك وشم صدرك وضمك أنا أدري بهاي كلماتي تهضمك بس أريد أتأذب الكتوفى يمك خلي أصبغ معصبي من مجرى دمك حتى من أرجع قدمي صاغ لأمك خلي أصبغ معصبي من مجرى دمك حتى من أرجع قدمي صاغ لأمك وهناك نجتمع ويسيل يا دمع وهناك نجتمع ويسيل يا دمع بدماك تفتخر يا عباس يا عباس يا عباس عباس يا عم خويا خويا عندي ظلت مشكلة لا تقل لي سهلة لا تقل لي سهلة صيح صيح لا تقل لي سهلة راسي من أمشي أرفعه لو راسي من أمشي أرفعه راسي من ينزل يحس بوغة مذلة راسي من ينزل يحس لو رفعت على الرمح راسك تعلم من يراوي للشبل راسك شكلة
من يراوي الشمر راسك شقلة خاف اطيح وطحتي على العلا علا معلوم مو سقيل ارجاك تحتمل معلوم مو سهل ارجاك تحتمل ظليت احتضر يا عباس يا عباس صيح يا عباس يا الله ما تنكسر يا عم ما تعبت ان شاء الله آس بعد عندي مشكلة يا ابو الحمية بعد عندي مشكلة يا ابو الحمية شلون نومتنا تصير بهالمسية بلا غطا والوادي متباوع عليا بلا غطا والوادي متباوع عليا خلى سمعك شنه حل هالقضية من جلوس ننام بس نقعد سوية حتى وحدة الوحدة لو ما لتجية من جلوس ننام بس نقعد سوية حتى وحدة الوحدة لو ما لتجية ما نام يا قمر واعتاد عالسهر ما نام عالصغر والنوح مستمر يا عباس يا عباس صيح يا عباس سرها ويا سر البسملة سرها ويا للينشد شهالراية للينشد شهالراية شهال راية للينشيد للينشيد شهال راية عباس راف هذا النص رحم الله والديك عباس راف راية شهال راية عباس رافه عرايا شهال رايا وارثها من عقد الويلة سرها ويا سر البس للين شد شهال رايا شهال رايا اسراف رايه شهر رايه ايش هل راي عباس عباس رافع شهر راي وارثها من عقد الولاء وارثها من سرها ويا سر البسملة سرها للينشد للينشد شهال راي هلا شهال عباس واختار حشمته نار الغضب وارثها كافلها
من حداري تورثها كافله روسي وجماجي مضربيته حرثي الأرض يحرثها كافله من غضب للطاف زلزيله ضربيته من الله نازيله مثل الشهاب الثاقب ويعاقب عباس راعي الأويلة مواحد اليد النهلة وبسيفه يفرض راية شهل راي عباس رافيع هلا هلا شهل راي عباس رافع راية ايه ايه وارثها من عقد الولاء وارث خادم سرها ويسر البسملة سرها لا لينشد شراية لا لينشد شراية طف الزيل طف وينتفض والمشرع يحتلها مقصودة إلى خادم الحسين الشاعر حيدر كاظم الحرقاني أغاتي ما بيهم السيف اعترض هاي الزيل مجندل هوي بزودة عالماي راية من فرض جيوش يلتي حد ذلها بمجهودة ماي الفرات تكفي عطشان جودة وين ميلة وارتوى بدمهم سيفة حد كيفة وحسين ظل يتأميلة عباس زودة من هلة ذل الفرات ومايا شال راية عباس عباس رافع راية شال راية عباس رافع راية وارثها من عقد الولاء وارثها من سرها ويسر البسملة للينشد للينشد شهل راية شهل طريف الراية من يرف فوق النهار خفاق ما أحلاها صفي الزيل مجيت في بجيتف وياهم من تلاقى صفاها بالسيف ينسفهم ناسف نار العطش عراقه طفاها ما حد وصلها المنزله ظهر الشريعه من اعتيله بهم فتك ماضيها شعضيها
بهم فيتك ما ضيع شعضي يموت كل من نازل لأجريل سيفي حويل وظل رايته معلايا شحال راية عباس رافع عباس رافع شرايه هلا عباس رافع وارثه من عقد الولا وارث سرها ويسر البسمله سرها وارثها وارثها من عقد ويسرها ويسر للينشد 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 يا نور ريحانة نبينا ومهجتي الزهرة شوية بلا كلام واسمعني فجوة يا نور الإلهي وآيته وسر ريحانة ريحانة محمد يا سليل الدوح يا مصباح واسمك من كتب علو يا من عطر النبوة من جبين يفوح يا صبط النبي ومهدك على صدره إلى خادم الحسين المرحوم الحاج رضا حسن نجار الوزني الكربلائي يا من نور نوجد من عالم التكوين قبل خلق الخليقة وضيح التبين يا مصباح الهداية للبشر يا حسين يا مايل حياتي وبالخيل دناهرة يا من جبريل هز مهدى وتناغى ويا وفطرس على ملك يتباهى من نجا يا من رب العلا بهل مرتبة علا وانا واره تشع من عالم وترعى هلا يا من زاكي حيلي بصافي المرضع يا من يوم القيامة وصافي يشفع يا من يوم القيامة الشيعته يشفع نوقف على صراط ونعبر بمره يا من الرجس والذهب
نبتحرر آيات الوحي تشهد إلى مصدرك اقرب آيات التطهير ويتبصر تلقاها صريحة وواضحة الفكرة تلقاها صريحة وواضحة الفكرة زينب من الخيمة طلعت بيدي هلا هلا جود ونخت راع العالم واليه تنقمر هاشم عونيشي ناديها وبشف الراية المنشورة وبشف الراية المنشورة نادت يا ابن مير النحل يا مشكر مشحوي وادي كربلا من العسكر مدرش تريد القيوم هل تتكاثر جيمان الكوفة الغدارة ملت مدر نقها وجرارة ناداها الحق ناداها يا اختي لا يهمك هالقوم ما دام انا المتكفلك والملزوم وانا ابن عودك بالحرايب معلوم وبيوم الكون يعرفوني الى انا نقسم عليك بغربة الحسين رجع كل غريب إلى وطنه يا الله إلى هنا نقسم عليك بباب الحوائج اقضي حوائج المحتاجين يا الله إلى هنا نقسم عليك بمريض كربلاء زين العابدين شافي وعافي جميع المرضى وبالخصوص من أوصانا بالدعاء أهواي مرضى أوصانا بالدعاء.